مكان يترصدون بمسلم، يدلهم على طريق الخلاص. والرواية مسلم وقف حائر على صهوة جواده فنزل وأرخى لجواده العنان وأخذ يتمشى وحيدا فريدا من زقاق إلى زقاق وهو متعجب من انقلاب هؤلاء، وهو قلق على إمام زمانه، إلى أن قادته رجلاه إلى بيت تلك التي خلدت مع الحسين. غريب أقبل عليه الليل ما يندل درب كوفان، يمشي من أعداهم ريب لازم حافة الحيطان، وقف ينباب طاع وصاح يا أهل الدار أنا عطشان. وقف عند ذلك الباب، خرج الطاعة وإذا برجل واقف، والكوفة منقلبة رأسا على عقب، والكل مترقب، والأحداث متطورة متسارعة. قالت يا هذا لا أجيز لك الوقوف عند باب داري. مسلم خجل بأبي وأمي، قدم الكلمة التي لا حياء فيها: أمت الله أنا عطشان. كان عطشان وجائع بلا مأوى، ولم يصلي بعد، وكان متعبا منهكا قلقا بأبي وأمي. دخلت أخرجت له قدحا من الماء شربه، ثم تناولت منه القدح ودخلت. خرجت وإذا به قد وضع رأسه بين ركبتيه مستند على جدارها. التفتت إليه: يا عبد الله شربت الماء، ما لي وقوفك عند باب داري؟ قالت: شربت الماء لا توقف على البحر، عيب على مثلك وقفت ببيوت، شنك جليل وشافتك يا شهم تنهر، لهلك دروح القمر غرب والنجم ده، روح بعجل لهلك قبل لا يظلم الليل، واقف تفكر والدمع بخدودك يسيل، ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاء. قالها: غريب ولا أهل عندي ولادة. قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة عنها ارتحلنا والدهار جاير على عمي علي ومسلم، أنا اللي يذكره مخذول ومسيت ببلدكم ما لينصه. يقلها وعانى مستديرة: لا أهل عندي ولا، ومثل حيرتي ما جرت، من أنت؟ أنا مسلم الفاقد نظيره. صاحت: يا غاتي ما عرفتك، ومن ريبت منك طردتك، أنا الخادمة وسهلة طلبتك. أنت مسلم على العين والرأس، ابتهجت بهذه الضيافة، أفردت له غرفة. وقد كافأها رسول الله وأهل البيت سلام الله عليهم مكافأة مجزية،
ولكن هذه هذا الأنس لم يكتمل على خير. لماذا؟ ما أن انبلج عمود الفجر، وطوعة كانت مستأنسة بأنها حفظت رسول الله في أهل بيته، إلا وقعقعت اللجوم واصطكاك الأسنة وزعقات الرجال، دخلت على مسلم: إن هذل فاك الجيش يا حد يردون يولونك يا صندل، يودوك لابن زياد ويزيد، أريدك مراجل عمك تعيد وتجعل جثثهم تارس البيت. قالها: يا طاعة تشجعيني، وبعمي علي تذكريني، والله لرد جيش يجيني ما زال صمصامي بيميني. ومن شافت طوعات حزم واعتنى الباب الدار وارزم، صاحت: يا مسلم ليت تسلم، لا اخوياك ولا ابن عم، تمنيت لن حسين يعلم. شد الغضن فرميزرة والباب طوعة زلزلة، ونادى المنية لادنت: يا مرحبا بها ويا لجناح ذب على القلب والميمن على الميسة، وجي الكتيبة وينتخب حيدر يردها على وراء. طوعة تنظر إلى بطولات مسلم متهللة بينما هي كذلك، وإذا رأته قد وقع على حر وجهه في الحفيرة. وطاعة تصيح على السطح: وش هالكسيرة، ليتك حضرت تشوف يا شيخ بن عمك الموثوق طايح وقعدوه مثل الطير مكسور الجنة. صاحت: يا مسلم وعظمها خجلتي فيك، شبيدي وني حرمة وضعيفة ولقدر لو هدوى قلبي لفت قلبي، كان سلمت من كيدهم سلم. قالها: يا طوع اليوم ما تحصل أصيد، كان بهالبلد طبا قولي لهم مسلم يبلغكم واجرش على الله والنبي سيد الكون. جيتهم الكوفة ترى ما هي بعيدة، تشوفين وياهم علي يرفل بقيده، زور اليتامى وقبلي بنتي حميدة. يلا نختم على حميدها، هذه اليتيمة، نواسي هذه اليتيمة التي فجعت بأبيها في عنفوان طفولتها. قل: لما جاءت القافلة الحسينية إلى الكوفة وأسكنوا خريبتين، قفلت زينب باب الدار باب الخريبة لئلا تدخل شامتة، بينما هن كذلك إذ دخلت امرأة عجوز على رأسها طبق من الطعام توزع على الأطفال. فزت إليها زينب: من أنت؟ قالت: مولاتي أنا لست شامتة، أنا موالية خادمة معزية، أنا خادمتكم طوعا، أنا التي أجارت مسلم بن عقيل. أين بنيته حميدة؟ أشاروا إلى زاوية الخريبة، أخذت تتخطى الأطفال إلى أن وصلت إلى حميدة، جلست على وجه الأرض وضعت يدها على رأسها. حميدة رفعت عيونها إلى هذه المرأة،
خال من أنت؟ قالت أنا طوعة التي أجارت أباك مسلم. تغير لون حميدة، أنت رأيت أبي مسلم؟ قالت بلى بنيا. قالت لها صفي لي بعض ما جرى على أبي، أنا شفت تقتلوا أحبابي في كربلاء لكن أبي لم أراه، ما الذي جرى على مسلم؟ قالت لها بنيا أنت لا تتحملي، قلبك صغير ما يتحمل الذي جرى على أبيك، يصدع الجبال يفطر القلوب والأكبال. ألحت عليها أخبريني بعض ما جرى على أبي. صاحت يا بنتي يا حميدة مصيبته صعبة وشديدة فوق القصر حزة وريدة. بعد تتحملين تسمعين أكثر. مصيبة أبوش تصدع الأجبال قبل حين المشي بتشيب الأطفال، شفت ميت يجرون بالأحبال. قالت يلي عليك فادي من الفراق ملتاع، يقولون من فوق القصر ذبوك للقاع، والجسد من شدة الطيحة توزع وزاع. لكن خال هل سقي أبي ماء قبل ذبحه؟ هنا احتار الطوع بماذا تجيب. هل تقول عندما قدم له قد أحل ما تناثرت أضراسه فيه؟ يقولون لما نقلت لهم بروي ضماي وحاولت تروي مهجتك يا مهجة حشاي، طاحت ثنايا لك يا بعد الروح في الماي. هنا روح مسلم أرادت بلسان الحال أن تخفف على حميدها، ما بين ما هي تندبح ولا الأليمة، جاوب لسان الحال عنه بالهضيمة، لو بيدي يا بنتي ما تصير يتيمة، لكن يا بنتي ردت واسي بن الزكية، أنا انسحب جسمي وهو بالأعوجية، وانتي نواسي في اليتم بنت رقية. ولازم تواسي خالتك زينب سبية تتمرمري فوق الهزل فوق المطية، وتتغير ألوانك من أسياط ومية. اللهم كن